نحن فريق مؤسسة رحمي الإغاثي العامل في الشمال السوري ضمن سلسلة المعارض التي أطلقتها مؤسسة رحمي الإغاثي في الداخل السوري ومنها مخيمات أطمي وسرمدة وريف جسر الشغور ودرعا. نحن اليوم قمنا بإنشاء هذا المعرض لتقديم الألبسة لأهالينا النازحين والمهجرين القاطنين في مخيمات أطمي، ونحن مستمرون في حملتنا هذه طيلة هذه الفترة وحتى عيد أضحى المبارك إن شاء الله. لأن احنا نازحين من ريف حماس الشمالية جينا لهوني، دعونا ضمن بطاقات دعوة على عدد الأشخاص الموجودين بالأسرة، صرنا نجي ننقي لكل ولد على مقاسه كبير صغير، ما يعني الحمد لله كله موجود يعطيهم ألف عافية. حتى في منظفات يعني شوفي نقص يعني بادرة منيحة كتر الله خير هون لمؤسسة رحمي الإغاثي للمنظفات كمان مشكورين كثير على أعمالهم. مو مثل أول كانوا يجيبون لنا كيس ويزتوا لنا إياه بالبيت وخلصنا، يمكن كبة ثلاثة أرباعه بدي أقول لك، لا هلا منيح كثير إنه كل واحد بيجي بينقي الطلب خلص بلبس أنا قاعدة مثلا هالتياب وبنطلع، خاصة إنه أيامنا هلا مقبلين على عيد والأمور يعلم الله.